ده انت لطتينا لطه. انت بتفكري ازاي؟ ولا لطه ولا حاجه. الواد خلق قبل ما حد يهرش هو مين وتبع مين. ايش عرفك؟ ما ممكن الواد ينخ قصادهم ويبعبع بالكلمتين. ما يبعبع عادي يعني، ما تقدرش تعمل حاجه، ده انا اجيبها تحت رجلي وافرمها. واللي حصل ده حصل ازاي؟ قرصت ود عشان تتعلم الادب وتحرم تهوب ناحيتك، ولا انت تهوب ناحيتك، ولا انت بقى عاجبك سيدي وصالك والوصال اللي حاصل بينكوا ده. وصال اللي حصل بين ايه يا راجيه؟ اللي في دماغك ده كله اوهام. ما انا مطلع البت على ايدك من زمان، صح؟ اسال روحك يا نن عين راجيه، ولا انت فاكرني نايمه على ودان؟ راجيه ما بتضحكش عليه. انا مش فاهمه البت دي عامله لك ايه. طب انا عارفه ان انت ديلك نجس وعرفت يا من غيرها واتقفشت وحرمت، اشمعنى دي اللي انت قافش فيها؟ قافش فيها؟ انت بتقول اي كلام. لا ما بقولش اي كلام، انا بقول افعالك. لما رحت لجوزها وعملت عليه نمره عشان يسيبها، ولما جت صاحبتها المعرض واديتها رقم عشان تكلمك عليه، ده غير بقى جوز امها اللي انت مجنده عشان يجيب لك اخبارها. والبجاحه ايه بقى؟ انك بتغرب من خيري وتديهم. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ده مش كلام فارغ، دي افعالك. لا 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 لا، البت لحست نافوخك. لحست نافوخ انا؟ طب اسمع بقى يا سليم، وحياة رحمه ابويا اللي ما بحلفش بيه باطل، لو شميت خبر انك قربت من البت دي ولا هي هوبت ناحيتك، لكون قتلك وقتلاها وهرمي جتتكوا في اقرب صفيحه زباله، وانت عارفني ان انا عاملها، فاتقي شر احسن. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.